إلى الإبان بن بطة باب أن الإيمان لا يصح لأحد يعني حتى يؤمن بالقدر. وتكلم المصنف على نصيحة الفاضل الصاحب الكريم لابنه الوليد بن عبادة. قد سألت عن عطاء بن أبي رواحة قال حدثني الوليد بن عبادة وسألت عن نصيحة أبي عبادة بن الصامت يعني له، فقال دعاني أبي فقال اتق الله وعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر. قلت وكيف لي أن أؤمن بالقدر؟ قال تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك على هذا القدر، فإن مت على غير ذلك أدخلت النار. وفي رواية عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال اتخذت على عبادة وأنا أتخير في الموت، فقلت يا أبا الوليد أوصيني وأشتهد لي، قال أجلسوني فأجلس، فقال يا بني أنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله عز وجل حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشر من شره؟ فقال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني أنك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني فإن مت ولست على هذا دخلت النار. وعن ربيع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر. وفي رواية عن ربيع بن خراش عن رجل عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالقدر ويؤمن بالبعث وبعد الموت ويؤمن بالبعث بعد الموت. هنا في هذه الأحاديث فيها أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وكتبها، لأنه في الحديث الذي قبله قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو اكتب القدر فجرى القلم تلك الساعة بما هو كائن إلى الأبد. فيقول عبادة بن الصامت لابنه عندما قال أوصني يعني علم أنه على فراش الموت فقال أوصني، قال يا بني هل يتكلم الفضلاء في الفضلاء يغتابونهم؟ أعوذ بالله، لا لا، أهل الفضل لا يقعون في أهل الفضل بحال من الأحوال، أعوذ بالله. قال عبادة بن الصامت لابنه الوليد عندما قال له يا أبتي أوصني، فقال يا بني يعني قال لن تبلغ حقيقة العلم أو تطعم طعم الإيمان حتى تؤمن بالله. تؤمن بالله يعني تؤمن بالله حق الإيمان، أن تعلم بأن الله هو المقدر وهو الخالق الرازق المدبر ولا المستحق لأن يفرض بالعبادة، يعني ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربه ولسام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. ثم قال له لن يكون حقيقة الإيمان بربك حتى تؤمن بالقدر، وهذا الذي قال ابن عباس قال من وحد الله من زعم أنه آمن ووحد الله ولم يؤمن بالقدر قال فقد كذب فقد نقض تكذيبه بالقدر زعمه بالتوحيد، نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. لذلك قال لن تطعم طعم الإيمان هذا في هذا الباب. نعم، الغيبة الخفية هي التعريض يا أحمدي، أن يعرض يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي غيري، خلينا ساكتين أحسن، وهذا هو. وغيبة القلب أخفى، غيبة القلب أخفى، لأن غيبة القلب أشد من غيبة اللسان، وهذه يعلمها الرحمن، فلا بد أن يظهرها على الفلتات، لا بد أن يظهرها على فلتات اللسان، لا بد. الله يستر علينا، المسألة عظيمة. فقال وأن تعلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه فيها أن في الأقدار شر، وقد قال مسلم وأعوذ بك من سوء القضاء، المقصود بذلك سوء المقضي، لأن الله لم يخلق شرا محضا، لكن خلق الله شرا نسبيا إضافيا، يكون شر بالنسبة لشخص وخير بالنسبة لأشخاص، كقطع يد السارق، قطع يد السارق شر للسارق تقطع يده، لكنه حماية لأموال المسلمين جميعا، وأيضا جلد أو رجم الزاني نفس الأمر. فالله لم يخلق شرا محض، والشر ليس في أفعال الله، أفعال الله أفعال الله كلها كمال، الشر في مفعولات الله، الشر في مفعولات الله ليست في أفعال الله جل في علاه. ولذلك قال له إن أول شيء خلق الله القلم ثم قال له، هنا هذا الحديث يستدل به أيضا على أن أول المخلوقات القلم، لكن الصحيح أن أول المخلوقات العرش، الصحيح أن أول المخلوقات العرش. قال إن أول شيء خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة،
قال يا بني فإن مت ولست على هذا دخلت النار، فإن مت ولست على هذا دخلت النار. يعني لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا إن الله لم يخلق شرا محضا، حتى إبليس ليس شرا محضا. إبليس له فوائد، منها تمييز الخبيث من الطيب، والوسوسة لبيان صدق العبودية. ولذلك في الرواية قال لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثان بالحق وبالبعث بعد الموت حتى يؤمن وحتى يؤمن بالقدر. وهذا أركان الإيمان، وهذه هي أركان الإيمان. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر ينتظم أيضا الإيمان بالقدر بالإيمان بأربع مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم، كتابة، مشيئة، خلق. وهنا انظر عندما قال له لا تؤمن بالقدر حتى تؤمن أن القدر فيه خير وشر، بالقدر خيره وشره. وخيره وشره ليس لأفعال الله، القدر قدرة الله. فهنا المقصود بالقدر الذي فيه شر هو المقدور، المقدور. وقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأعوذ بك من سوء القضاء، يقصد بذلك سوء المقضي، سوء المقضي. فالشر ليست في أفعال الله، أفعال الله كلها كمال. الشر في مفعولات الله جل في علاه. وكما قلت انتظام الإيمان بالقدر هو إتقان الإيمان بالمراتب الأربعة: علم، كتابة، إرادة، خلق. علم فكتب فأراد فخلق. الفوائد: لا ينتظم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر. إن الله لم يخلق شرا محضا، والشر في المفعولات، في المقضي لا في القضاء، والشر في المقضي لا في القضاء. حرمة نسبة الشر لله جل في علاه. الجن كانوا أعلم مننا، قالوا والشر ليس إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولما أراد الجن أن يتكلم عن الشر قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.